السلام عليكم. اونفان وبعد طول الانتظار السلطات الجزائريه هداهم ربي وداروا لنا لا طرواشي خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال من المتوقع أن تطلق نهاية ديسمبر المقبل. أصبر أصبر راك فرحان. لا 3G désormais disponible en Somalie. وشنو؟ لي فيو بيو صومالي عندهم 3G وحنا مازال. يا يما تبهدل يا يما. تيري تيري عليها تيري حبيبنا تيري. زيد واحدة زيد. مي بون قبل ما ندخلوا السوجي تاع لا 3G اسكو لي جون الجزائريين او الشباب الجزائري يعرفوا شنو هذه لا 3G يعرفوا شنو هذه الجيل الثالث يعرف يخدم بها ولا لا بيان سور لي زاجين يعرفوا لا 3G واش تشوفينا جايين ناس حاجه عليه ولا وشو ما نعرفش ما نعرفهاش هذه لا 3G جيو كون يدير لا 3G هذه باسكو انا روطار بزاف مانيش سامعه بلا 3ème جينيراسيون يا مامي ما تعرفش 3G مين وشام ما عندي حتى اي فكره على لا 3G طرواجي ما نعرفهاش وش راني سمعت بها او على حسب جراني نشوف لي زاجي لي صاحي يعرفوا لا طرواجي حنا عايشين في الروطه المترو ديجا ضربوا شحال فيه خليك يا طرواجي هذا بالك من 2030 ولا او هذا بين يعرف لا طرواجي او دو كاين حاجه تخير دوكا كاين سكايب تليفون ولا خير من طرواجي بالك طرواجي هي الريزو ماشي بسكايب تليفون سكايب خير من 3G اضربني اضربني زد واحدة زد صح دوك راهي الانترنت في تليفون وراهي الانترنت في تليفون وراهي 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 ايه بصح 3G هذا بالك قالك تدخل 8000 يونيتي ولا ما قاليش لا لا 8000 يونيتي ها كبير بون لا 3G شنو هي لا 3G هي كونيكسيون او دي بي خفيفه بزاف نقدروا نستعملوها في الهواتف النقاله بلي بيس ولا بلي كلي يو اس بي في لي ميكرو بورطابل ولا في لي ميكرو ولا في لي طابلات ومن لي زوبسيون لي سيبون في لا 3G تاع التليفونات هي لا فيزيوفوني وشنو هي لا فيزيوفوني بان لا فيزيوفوني تقدر تهضر مع واحد في التليفون وتشوفه ويشوفك واش راك صافا بيان ناقص بسكرا يعني من اول الولايات اللي راح ان شاء الله هي يكون في هذا المشروع اسمح لي مع كل احتراماتي بسكرا في 2015 اول ولايه يديروا فيهم لا 3G تاير وهران قسنطينه ورقله بون نصبح ربي نهضر على لا 3G لا فيزيوفوني على بالي هبلتكم معايا مي ما هضرتش على لي كوتي بوزيتيف او الجانب الايجابي تاع هاد لا تكنولوجي ها بالجوانب الايجابيه تاع لا فيزيوفوني هي نسبه الكذب في الجزائر راح تنقص بطبيعه الحال اوف وين راه هذا الو وي وين راك وين راك علاش واش كاين وين راك روح روح هبط في الحماني نسنا فيك اسمع ما نقدرش نجيب لك والله غير راني في لا دوش انا خايف كون نحبط برا يضربني البرد والبرد ما نجيش ما نجيش لا دوش على بالي بلي والله ماك في لا دوش هاك راه دير شو لاكام يا اخي عندك طرواج دير شو لاكام يشوف ما امتنيش نكذب عليك دوك ندير لك الكاميرا وشنو الكاميرا كاع كام ولا وشنو وين راك اكتيفي ها شوف شوف راني فيها لادو شوف شوف ها دير نواظر تحت لادوش تهبل فيا بان راني دير نواظر تو سيمبلومون ما يحرقنيش صابون في عينيا هادي ما تعرفهاش ولا وشنو واش راك لابس تريكو شنو تريكو والله غدي تعيني انت سي بون غدي تعيني مي الجانب السلبي تاع لا فيزيوفوني تكثر نسبة التقرعات الو واش خو وي واش كاين خلعتني بي سمعت الاخرى سمع اش راهي بيزا اسماعيل والله ما عرفتو يا اخو اسماعيل ولات حومه ما عرفتوش اسماعيل اللي تزوج العام اللي فات ما عرفتوش اسماعيل ولات خالتي الطاوس ما عرفتوش اسماعيل اللي خدم في سوناطراك ما عرفتوش اسماعيل اللي اختو صابرين هذيك البلوندة الزله اللي مالفه كل يوم تجوز علينا ايه كون قلت لي هكذا من الصباح نعرفوه بون نوليو لا 3G حاجه ما نقدرش نفهمها علاش طولت لا 3G باش تدخل للجزائر بين قوسين ليبيا اللي كنا نضحكوا عليهم عندهم لا 3G من 2007 السلام عليكم اذا كانت هذه الوسائل يعني 3G او كل قطاعات الاتصال الحديثه تدفع بعض المسؤولين الى المحاكم فبلاش بال 3G وبلاش الاتصالات يا ليك ليك شكي بخلي له يسرق في الدراهم دونك بارطاجيها فيسبوك يا ليك ليك خليفه يسرق في الدراهم دونك بارطاجيها فيسبوك يا ليك ليك خنفوزه يسرق في الدراهم خنفوزه
فوسا اونفا حبيت نقول خالدة تومي دونك بارطاجيها فيسبوك. مي السبب الحقيقي اللي خلى لطرواجي ما تخش للجزائر هو هذا. دوكا دوكا على الطرواجي على ماناش راح نجينا غدوه. على الجيري تيليكوم اكتوالمون با راهي تعيش تعيش باللاين تليفونيك تاعها. النهار اللي جا الجي اس ام واش صار؟ الناس كون راحت للجي اس ام الجيري تيليكوم راحت كي شافت باللي ما تقدرش تعيش غير بالتليفون فيكس باسكو الناس كلها هبط منه شافوا باللي جواب راه يدير في الانترنت حكموا جواب ودخلوها عندهم رجل وبقاو يعيشوا باللاين تليفونيك ولا دي اس ال فوقها. كي تجي لا 3G واش يديروا الناس؟ يقول يدوا لا كلي يو اس بي هذيك تاعهم ما يسحقوش لا لين فيكس هذيك. سكي في كو لي عندهم لا لين فيكس يهربوا من لا لين فيكس يدوا لا 3G باسكو فيها 2 ميجا حتى 20 ميجا. سكي في كو صافي كوا صافي كو الجيري سي لا فان الجيري تيليكوم. اسكو تمكن لك انت تمكن لك باللي الفوق الجماعه اللي راهم يسيروا في الجيري تيليكوم يقبلوا باش الجيري تيليكوم تموت. دونك لا 3G ما تجوش بصح الجيري تيليكوم لازم تعيش. لا 3G ما تجوش بصح الجيري تيليكوم لازم تعيش. مي بون كاين شي عفايس نقدروا نديروهم بال2G وما نقدروش نديروهم بال3G كيما بار اكزومبل ما تقدرش تبيبي بال3G. سي انا نقدر نبيبي بال3G. اه شكون هذا ثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واش بك تدخل وتخرج من الكاميرا حكم بلاصه يا واش ماك؟ والو نبيبي غير بال3G. بار اكزومبل ما تقدرش تعيط بال3G بالماسكي كاين ولا ما كاش؟ سي انا نقدر نعيط بالماسكي في 3G. اه شكون هذا ثاني؟ اش خلاص صافا؟ شنو عيط لي صاو؟ شكون عيطك النيميرو تاعي؟ واش بك تخلع هذا غير نعيط بالماسكي؟ وكاين واحد الكذبة مشهورة بزاف عندنا هنا في الجزائر مي افيك لا 3G تولي كاع ما كاش. اه فوالا هذا ضربو ضربو حتى بزاف تجبد 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 ضربو حرمو. وي اخو وي راك خو ماشي اختي نتلاقاو البارح؟ انا اختي نتلاقاو راني جاي راني في الطريق راني قريب نلحق. ياك تبيني نسنى فيك على هكذا على اصبر راني جاي راني قريب نلحق. اه يا صحه اه خلو جدنا لي عند بوكا اوف وين راه هذا ضربو ضربو حتى بزاف تجبد 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 ضربو حرمو. وي اخو وي راك خو ماشي اختي نتلاقاو البارح؟ انا اختي نتلاقاو راني جاي راني في الطريق راني قريب نلحق. راك قريب تلحق دير شو لاكام نشوف دير شو لاكام. اوف ما نسمع فيك مليح. الو ما نسمع فيك الريزو عيان. اوف خلو ندير الكاميرا غادي يخرج جدنا يعقوب. سمحوا لي بال2G ولا بال3G لي زارجيني يقدروا يكذبوا واحد ما يشدهم. مي كي ولات 3G تكشف الناس كيكذبوا كيفاش رايحين نديرو؟ سهلة مهلة مالك عيد شري تليفون من نوح قرلو ولا 3310. بون فلافا واش تحبوني نقول لكم مبروك علينا على 3G بعد انتظار طويل. في ديبي قال راح نديرو 3G في مارس ومن بعد قال راح نديروها في ديسمبر مش عارف اسكي ديروها ولا لا. واذا عجبتكم هاد لافيديو بارطاجيوها واذا ما عجبتكمش بارطاجيوها بالك تعجب صحابكم بالك تعجب صحاباتكم انا هنا على بالي. بيس.